مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو YMS؟ ما هي ميزات YMS؟ ما هو YMS؟ هو رمز المعجبين الرسمي لنادي ييني مالاتيا سبور لكرة القدم، وهو ناد رياضي يقام في الدوري التركي الممتاز. YMS متاح للتداول على بيتكسن، أحد أكبر البورصات في تركيا. ما هي ميزات YMS؟ YMS هو رمز ييني مالاتيا سبور الذي يتم استخدامه من أجل تمكين المشجعين من التفاعل والتواصل مع نادي ييني مالاتيا سبور لكرة القدم، تلقي الهدايا والحصول على الامتيازات والخصومات والمناسبات الخاصة. تم إطلاق رمز ييني مالاتيا سبور في 29 من نوفمبر عام 2021. تم بيع 30% من الرموز المميزة في مرحلة ما قبل البيع على بيتكسن. يتم تأمين 50% من الرموز المميزة ليتم إصدارها بالتساوي سنوياً كل عام. سيتم استخدام 20% من الرموز المميزة للتسويق والتطوير. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.